شلون تعرف يعني مراتك اللي تابعت لك؟ طبعا انا اعرف الرقمات على الرقم وعلى الصوت يمشي وراي. على الصوت قلت شلون بس ابتر شوي كاميرتك حتى شو ابتر؟ ابتر شوي. انت معلمنا على صوتك؟ اي على صوتك. يعني في لهجه خاصه؟ اي لهجه خاصه. يعني ما غلطت من حتى؟ لا 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 لا. زين. مسمي اشخاص بهن؟ اي اخو اخوين. مسمي كم واحد مسمي؟ يعني هن اللي مثل المجموعه اسمهن واحد كله واحد. زين. انت تقدر تصيح واحد من عندهم يجيك مثلا؟ ايه. تقدر تصيح واحد؟ اي صيح صيح. والله صيح واحد. تعال نمشي عليه غالي شوي نجرب عليه. تعال شباب. تعال شباب. احمد بس على كيفك امشي بس على كيفك. زين احمد هذا يعني هذا المكان بس اللي هو تجيبهم انت هنا حتى إيه؟ يتغدون عليه إيه؟ زين بس هذا المكان بس هذا المكان إيه؟ زين على عقول عايش على عقول الحمض على عقول على شنو الحمض اها هذا العرض اللي يصير بالحمال زين إيه؟ لان تحفظهم انت يعني اشكالهم اشكال ارقامهم واساميهم كلهم إيه؟ تسميهم انت ايه كله كله يعني كل اسم واحد من اللي مرتبطات يعني واحده بنت واحده مثلا 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 اعطيني مثال على اسم واحد اسم واحدة هذه اسمهن هذه اسمها الخضيرة الخضيرة؟ ايه وين هي الخضيرة؟ هاي الحمراء تقدر الصحة تجينا؟ ايه هالساعة يلا صحنا خري 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 حسام قطع ايوه حسام خري خري اهرو شنو اسمها هاي؟ خضيرة اسمها جين عمرها؟ عمرها 10 سنين 10 سنين؟ ايه زين هاي انت ما تبيعها؟ لا تبيعها؟ ايه ما ابيعها تبيع اولادها؟ ايه من اولادها من اخواتها زين هاي اي واحد يصحب هذا الاسم بهذه اللهجه تجي له بس انت؟ لا يا عم يختلف الصوت فيه يعني هم تجي له إيه ما تجي كل مره الا واحد تعرفها عرفها بس انا متعودات عليه اي متعودات عليه صار لك 10 سنين وياها انت؟ عيابا انا هسه صار لي 15 سنه مو 10 سنين اها والله يعني انت بدويه صغيره مثلا اي هاي انا ربيتها ولدتها اولادي